بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور شريف الزواوي، استاذ مساعد علاج اورام كليه الطب جامعه الاسكندريه. النهارده عايزين نتكلم على سرطان الثدي. ليه سرطان الثدي؟ عشان دي اكتر انواع الاورام اللي بتيجي في السيدات. ايه هي عوامل الخطوره بالنسبه لاي سيده؟ اول حاجه بنتكلم على السن. كل ما السن تقدم ده بيكون السيده بتكون اكثر عرضه انها تصاب بسرطان الثدي. الحاجه الثانيه لو بتاخد هرمونات تعويضيه خصوصا بعد انقطاع الدوره، ده ممكن يكون عامل خطوره لو اتخذت لفترات طويله. برضو لو في تاريخ مرضي بالنسبه لوالدتها لجدتها لاي افراد من الاسره سواء بسرطان ثدي او اي انواع سرطانات اخرى زي المبيض او القولون، ده بيكون عامل مساعد. انما مش معنى ان اي واحده مثلا والدتها جالها سرطان ثدي انها بتكون عندها خطوره، لا، لازم احنا بنتكلم على اكتر من فرد في الاسره من الدرجه الاولى او اكتر من اتنين من الدرجه الثانيه. طب هل فيه وقايه؟ احنا بنتكلم على الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر مهم جدا جدا جدا، نسبه الشفاء يعني بتتعدى 95% لو احنا بنتكلم على اكتشاف مبكر لسرطان الثدي في مراحله المبكره. الاكتشاف المبكر اي سيده فوق ال 45 سنه لازم تروح تعمل فحص اكلينيكي وفحص ذاتي للثدي واشعه الماموجرام. الاشعه دي ملهاش اي مشاكل في بعد سن ال 45. لو واحده عندها تاريخ مرضي في العيله بسرطان ثدي خصوصا لو من الدرجه الاولى ولو السن اقل من 40 سنه، ممكن انها تعمل في سن اصغر من كده، بتعمل على سن 40 او على سن 35 سنه. الفحص الذاتي برضو اي سيده لازم تتعلم ازاي تعمل فحص ذاتي للثدي بعد انتهاء الدوره بخمس ايام. انها بتفحص الثدي الايسر باليد اليمنى وبتفحص برضو بالعكس الثدي الايمن باليد اليسرى وتفحص الجزء اللي تحت الباط. اي تغير ما بين الناحيتين لازم تكشف. لو هي حست ان في اي حاجه محسوسه جوه الثدي لازم تروح تكشف عند طبيب علاج اورام. اي برضو افرازات من الحلمه او تغيرات في شكل الحلمه او دم جه من الحلمه لازم انها تروح تكشف. مشكلتنا في مصر ان معظم الحالات بتيجي في مرحله متقدمه، مرحله ثالثه او مرحله رابعه. وزي ما قلنا الاكتشاف المبكر بيعني زيادة نسبة الشفاء لفوق ال 95%. هل في وقاية؟ طبعا في وقاية للسيدات اللي هم أكثر عرضة وخطورة لأن هم يجي لهم. في وقاية عن طريق زي ما قلنا الاكتشاف المبكر، في قراص ممكن تتاخد لهؤلاء السيدات، دي بتقلل نسبة حدوث الأورام السرطانية في الثدي، مع أهم حاجة اللي هي المتابعة الدورية المستمرة. في طرق كتيرة لعلاج سرطان الثدي. لا قدر الله لو أي سيدة أصيبت، مش دي ما هياش يعني نهاية العالم، بل بالعكس زي ما قلنا احنا بنتكلم فوق ال 95% في المرحلة الثانية فوق ال 90%. مش كل السيدات لازم ان هم هياخدوا العلاج الكيميائي، في طرق كتيرة في العلاج الكيميائي، العلاج الموجه، العلاج الهرموني. طبعا الجراحة دي حاجة أساسية في العلاج بتاع سرطان الثدي، ودلوقتي برضو مش لازم الاستئصال الكامل. دلوقتي كل ما الحالة كان الحجم صغير احنا بنقدر ان احنا نعمل استئصال جزئي لمنطقة الورم بس، وبيعقبها علاج إشعاعي على منطقة الثدي.